لا زالت جماهير الزمالك تستعيد بشكل دائم الذكريات الجميلة لفريق الكرة بالنادي في موسم 2003-2004، والذي صال وجال خلاله الفارس الأبيض تحت قيادة المدير الفني المخضرم فنجادة. ونجح الزمالك خلال الموسم التاريخي الذي قاده فيه فنجادة المسؤولية الفنية للفريق من عناق ثلاثة ألقاب غالية وثمينة، كان على رأسها لقب الدوري الممتاز بفارق 9 نقاط عن الغريم التقليدي الأهلي، والفوز عليه في مباراتي الدور الأول والثاني، كذلك عناق لقب البطولة العربية التي احتضنتها القاهرة في صيف 2003 بعد التفوق على الكويت الكويتي في المباراة النهائية بهدفين مقابل هدف، ولقب السوبر المصري السعودي على حساب فريق اتحاد جدة إثر ركلات الجزاء الترجيحية. مسيرة طويلة لفنجادة صاحب 70 عاما في عالم التدريب، بدأت في مطلع 80s القرن الماضي في الدوري البرتغالي قبل أن يتولى تدريب منتخب بلاده تحت 20 عاما. ويطرق فنجادة أبواب الكرة العربية من خلال قيادة منتخب السعودية وتحقيق لقب كأس آسيا، ثم العمل مساعدا في الجهاز الفني لبنفيكا، ومنه إلى منصب الرجل الأول في نادي ماريتيمو. ويتولى فنجادة تدريب الزمالك في موسم 2003-2004 قبل أن يقود منتخب مصر الأولمبي تحت 23 عاما. وتعددت تجارب فنجادة في عدة محطات أخرى، منها قيادة كل من الوداد البيضاوي المغربي وبريسبوليس الإيراني ومنتخب الأردن وفريق سول الكوري الجنوبي والمنتخب الماليزي، كذلك شغل منصب المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم. فنجادة صاحب التتويجات الثلاثة للزمالك في موسم 2003-2004، وصاحب المشوار الحافل والباع التاريخي في عالم التدريب، يلقى حب كبير من قبل أنصار ميت عقبة وذكريات سعيدة تجمعه بعشاق النادي الملكي.